بسم الله، عشان ما بقى ازاي نحط في قلب الاسكادول صور. يعني نعمل دلوقتي اسكادول للميديا، مثلا عايز احط قدام كل عمود صوره لي او مثلا فرنتشر. تمام، اولا نازل عندي الصور، فانا ممكن اجي هنا مثلا الفاميلي ديت اعمل لها رندر واخد لها صوره. تمام، ممكن اعمل ادخل هنا في 3 دي واجيب اي حاجه انا عايزها واعمل لها رندر. وبعد ما اعمل لها رندر، تمام، انا عملها ريندر درجة درافت درجة بسيطة خالص عشان الوقت. بعد ما بعمل لها الريندر خالص بقول له سيفت بروجكت، وسايف الصورة دي تبقى موجودة معايا في قلب المشروع. تمام، او ممكن اعمل امبورت من قلب كلمة انسيرت هنا، اقول له انا عايز اعمل امبورت الصور بحيث معايا صور كتيرة في قلب المشروع. تمام، انا هقف بس عشان ايه. انا دلوقتي لو انا عايز اعمل سكادول هقول له سكادول. تمام، خلينا نختار الفرنتشر على سبيل المثال اهوت ده الفرنتشر. هقول له انا عايز سكادول بيلدينج مش سكادول كيس. الفيسز هختار الفيس اللي احنا شغالين عليها ورك درونج مثلا. اوكي، هقول له انا عايز الفرنتشر، هبدا اشوف ايه العناصر اللي انا محتاجها. مثلا عايز الايمج، عايز الفاميلي تايب، العناصر اللي انا شايفها انها محتاجة في المشروع. تمام، طيب انا عايز ادخل كل واحد الصورة بتاعتهم. فرض ان انا شايفت الصورة، اروح قايل له ايمج اهيت، اقول له اديني الصورة ديت. تمام، اوكي، وكل واحدة ابدأ ادخل الصورة بتاعتها. تمام، تعالى ندخل بقى بعد ما عملنا الفينيشر سكادول، اقول له انا عايز اعمل شيء جديد. الشيء ده اسحب فيه الفينيشر سكادول بالشكل دوت. زي ما انت شايف اسم كل فاميلي زائد الصورة بتاعتها. تمام، انت ممكن بقى تعمل كل حاجة، تبدأ تعملها تظبطها، عايز تغير الايمج سايز بتاعتها ريسايز. تمام، تبدأ تشوف مع نفسك بقى.